اكتشفنا البارود مع توني بارود. توني خيي، شو عم تعمل عندك؟ بعتقد انه بلش بروجرام يعني. توني حبيبي بدي عزبك تفضل بلش بروجرام. بلشنا فكرت حالي بنسيت. لا نسيت انه بلش. توني مساء الخير واهلا وسهلا فيكم، واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ويسعد مساكم، ويا اهلا وسهلا واهلا وسهلا فيكم. وحكي اذا بدكم تضيع وقت. ليش تضيع وقت؟ لانه يسعد مساكم من مئات السنين بنسمعها، انه اذا واحد وصل على بيته اخر الليل هيك عابس وزعلان، انه قد ما تقول له يسعد مساك ما راح ينسعد مساك، الا اذا قلت له مثلا يزيح هالعبسه عن وجهك. معقول؟ واهلا وسهلا فيكم بصير نحن المقدمين نقول اهلا وسهلا فيكم، ما انا جاي لعندكم على بيوتكم وانتم بكل لطف عم تستقبلوني، واهلا وسهلا وين ما كنتوا بالعالم، ما فيكم تكونوا غير بمحل واحد في تلفزيون. معقول تكونوا بالطياره مثلا او بالسياره؟ مش معقول. بعدين مثلا يعني في تضيع وقت بعده محلات، عم جرب اتذكرهم. ايه بدق باب البيت عندنا مثلا، بنفتح الباب، اول ما افتح الباب هيك بقول له ايه هيدا انت؟ انه مين معقول يكون مثلا ابن خاله مثلا؟ انا مفاتيح البيت، مفاتيحي انا، بفوت على البيت معي مفاتيح، بفتح مرتي بتستقبلني بتقلي ايه شو جيت؟ بلا لا بعدني باستوديو، انت عم بيتهيأ لك انه جيت. يعني حكي قد ما بدكم ما له لزوم. شو بدق قال لي شو دق طوني؟ مرة من زمان كان حامل طابة باسكت هيك كبيرة بيشوفني جاري بيقول لي شو رايح تلعب باسكت؟ قلت له لا رايح العب تنس، بس ما لقيت راكيت كبيرة قد الطابة بلعب فيها باسكت. ليش في مرة بالشتي كمان هالشتي وزمهرير وعواصف وعم تشتي الدنيا، بقيت نص ساعة امشي لو وصلت على البيت عم بينزل مي من راسي من ثيابي من كلساتي، وإذ زوجتي هيك بتستقبلني بتقول لي شو طوني عم بتشتي برا؟ قلت لها لا اكتشفوا فيي بير وما رح ننقطع بقى من المي، هاي قلت لها. لكن حال في اشياء كثير بعد خبركم عنها، بس منذكم لغير مره. شو ما بقى في وقت طوني؟ روني دق ننتقل نحن وياكم للفكرة يلي بنعرفها كل أسبوع منتبعها، وهي على القاعد يلي اليوم بدنا نحكي عن شغلة كتير مهمة. أنا هيك كتبت كم شغلة كنت عم فكر إنه مرات ببعض المسابقات بينطلب من المشتركين يجيبوا إشياء كتير صعب إنه تتلاقى، مثلا قرش مقدوح من سنة 1900، عملة ورقية قديمة كتير. للناس يلي بيناسبوا هالمسابقات ولحتى ما يضلوا على نفس الاشياء، حضرت انا ليست مجموعه صعب انه تتلاقى، اشياء صعب او مستحيل انه تتلاقى. مستحيل تلاقوا، رح نبلش احنا وياكم. ست تعرفت عليها جديد وسالت عن اسمها فورا بتقول لك اسمها، ورا مباشره بتقول لك عمرها. مستحيل تلاقوا بادي جارد ما بيلبس عوينات سود. مستحيل تلاقوا ميكانيكي بيقول لك ما عرفت استاذ من وين المشكله بسيارتك، بنصحك تاخذها عند واحد بيفهم اكثر مني. مستحيل تلاقوا مطرب او مطربه ولا مره مغنيين بلاي باك. مستحيل تلاقوا مطرب او مطربه ولا مره حاطين الميكروفون تحت باب. مايكروفون على طول تحت الباب. مستحيل تلاقوا مطعم بيفتح جديد وبعد شهر بيضل يقدم نفس نوعيه الاكل الطيب وبزيت الاسعار. مستحيل تلاقوا ابن بيقول لبيه معليش بلا مصروف هالجمعة، بعد معي من الأسبوع الماضي بابا. مستحيل تلاقوا حدا ما بيقول عن ابنه يلي عمره 3 أشهر مش معقول شو ذكي. وآخر شي بقولكم مش معقول أو مستحيل تلاقوا حدا ناصح ما بيبلع بطنه قدام المراية.
اللي كانت بالنسبه لمستحيل تلاقوا بفقره اللي اسمها على القاعد. رح يكون احنا وياكم هلا بمسابقه مساله للجمهور، رح يكون في سؤال عن ضيفنا يلي بنحبه كثير اليوم اللي رح نستضيفه بعد شوي، هو الاستاذ والفنان الكبير دريد لحام. السؤال بيقول هيدي للجمهور الموجود معنا بالاستوديو لتحضروا لحتى تجوا لعندي ونربحكم ونحذركم كمان غير. سؤال بيقول، ركزوا مزبوط، بأي سنة تم تكليف الأستاذ دريد لحام سفير النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف؟ راح أعطيكم الاحتمالات ثلاثة، سنة 1996، 97 أو 98. لا لحظة شو قلت؟ 97. جواب صح، 97. ما منزقف له معه. أنت قلتي ماذا؟ لحظة صغيرة، أنت ما إذا الستات هيك ست كمان كويسة كثير وموجودة فوق، أنت حضرتك أنت 97 قبل؟ بتتفضلي لعنا؟ تفضل، يلا. شو مشرفي لعندي؟ ايه شي تفضلي أنا. لا هونيك يعني. تفضلي. اهلا وسهلا فيكي، مساء الخير، عرفينا حالك. ليلى اسحاق. اهلا وسهلا ليلى. اهلا فيك. الجواب اللي اعطيتيه هو سنه 97، استاذ دريد لحام سفير النوايا الحسنه باليونيسف. نعم. بعدين كان بسوريا، ومن بعدها بال 99 ل 2004 كمان بكل العالم. نعم. سفير الاستاذ الفنان الكبير دريد لحام. شو مطلوب مني شيء بعد؟ مطلوب مني انا عم دير. اوكي خلينا رايقين، هيك عم نضحك. ايه ما تعصبي. طيب رح اقول لك، ارجع ذكريني بالاسم. ليلى اسحاق. ليلى، بدي ارجع اذكرك وذكر المشاهدين، صاروا يعرفوا انه في خلفك ورا متحف، المتحف الموجود ورا بدك تروحي انت لحتى تختاري اللي بدك اياه. والغراض الموجودين بالمتحف هن مشاركين المشاهير بافلامهم، بالفيديو كليب، بمسرحياتهم. لما تجيبي هالغرض نبقى منح. عم تحكي مع حدا هون؟ ليلى وحياتك ما فينا نحكي كلمتين. ليلى رح اطلب منك تروحي على المتحف وتختاري الغرض يلي بتريديه. يلا تفضلي. اي غرض عم تشوفي المغلف عليه بتحبي تجيبي عن المغلف لحتى نعرف التفاصيل عنه؟ خربانة الطابة؟ ما هي نفسها اللي كنت رايح العب فيها وقتها، تذكري تنس ما لقيت لعبة باسكت. هيها رح نشوف هيدي الطابة اللي عم تقولي عنها انت خربانة، نسحب ونشوف شو قصتها. هي الطابة مشاركة فنانين او شخصيات معروفين بفيلم. اها اوكي، هيدا فيلم الضحايا، بطولة مش انا عم خبرك عنه، بطولة بوسي ونور الشريف، قصة سيناريو وحوار فيصل ندى، اخراج حسام الدين مصطفى، مكياج ميتشو. رح نشوف نحن وياك المشاهد عن هالطابة الباسكت سوا. هيدي الطابة يلي شفتيها فيلم الضحايا، فيلم صار له زمان. الطابة هي بعدها، هي زيتها اللي شفتيها مع نور الشريف، هيدي هي زيتها. ايه شفتيها حلوة؟ ألف مبروك، مكياج كل شيء عليها، ميتشو كل شيء خالص. ألف مبروك، زقفة كبيرة لليلى إذا بتريدوا. ليلى، من بعد ما ربحت هالطابة بدي أقول لك إنه شو وينها؟ ليلى، بعد ما ربحتي هالطابة بدي أقول لك إنه الهدية القيمة أو الأساسية رح تكون لإلك بآخر الحلقة، رح نبقى نعلن عنها. أوكي؟
من بعد ما خلصنا مع المسابقة اللي صارت مع الجمهور أكيد بعدكم ناطرين الضيف اللي رح يكون معنا بعد شوي. كل المشاهدين والموجودين معنا ضيف وفنان منحبه كتير. بعد الإعلان رح نستقبله هو دريد لحام. بعد الإعلان ضيفنا لليلي شخص منحبه كتير كتير، زرع الفرح بقلوبنا وببيوتنا، اسمه أهم من أهم لقب، مشان هيك رح نستقبله باسمه بزقفة كتير كبيرة، الأستاذ دريد لحام. شكرا يا قلبي، كتر خيرك. اهلا وسهلا، نورت، شرفت، شرفت، نورت حبيبي. حبيبي شكرا، الله يخليك. شكرا يا قلبي، شكرا يا قلبي، شكرا. اهلا وسهلا، تفضل. شكرا، كتر خيرك. اوه رح اتفضل انا. بس وعدني ما توقف مرة تانية. لا ما بوقف خلاص، لأنه وقفت على الصيف لحتى. لا والله ما بتوقف طلع. ما شاء الله بيلعب باسكت. أكلها ما كتير زعلان، يعني بدي ما يزعل مني، بس في واحد قال كل ما يعني الطول ما زاد عن 165 يعتبر أعشاب ضارة. أنا حاسس أستاذ دريد إحنا بقى كل الحلقة هيك أنا وياك يعني. خليني سبق يعني. عم شوف إذا رح أوقف. والله مجرد وقف نطلع رصيف أساس في خطأ. بتصدق قبل الحلقة كنت شفت الست مدامتك كانت عم تقولي أنا مش عارفة إنه هالقد طويل، قلت لها هلا آخر جمعتين أنا عملت هلا. ما شاء الله هيك لسه، معناتها أنا لسه قدامي. قدامك كثير. أستاذ دريد، يمكن في سؤال صرت سامعه عشرات المرات، كم مرة لما هيك بده يعيطوا لك بغلطوا بيعيطوا لك غوار بيك بدل غوار أفندي؟ نعم. هو كثير، هو اصلا انا شكرا انه عرفوني لما قلت دريد لحام، يعني وعادة ما بيعرفوني جد والله انه غير غوار، اذا ما انه هذا دريد مش بغوار والله. بقى مره هيك كان عندي موعد مع واحد مسؤول وسط وسط. وسط ايه، لسه ما صار مسؤول كبير يعني، لسه ما مد ايده. قول هوديك استاذ دريد ما بتعرفه. لا هوديك ما بتعرفه. ايه فمره هيك عندي موعد معه، فالظاهر قايل له للاذن اللي على الباب انه بده يجي فلان، فهداك شافني طليت من اول الكوريدور راسا ركض وزرر الجاكيت تبعه وفتح لي الباب وقال له للمدير، قال له اجا غوار افندي. هداك قال له عيب يا ابني، زي مو غوار افندي هذا، هذا غوار بيك. صلح. حابب بلش الحلقه انا وياك ابو سائر. ابو سائر لحتى نقول لكل الموجودين الله يخلي لك اياه، معروف كثير بابو سائر. صحيح اي، بيعرفوك كثير بابو سائر. الاغلب يعني بينادوا لي ابو سائر. إيه طبعا يعني بتعرف الواحد فخور يعني، خصوصا واحد من طولي انه خلف ولد يعني. ومع ذلك الحمد لله مخلف ثلاثة، ثائر وعبير ودينا. الله يخلي لك إيه. الله يخليك. ابني أكبر مني على فكرة. شو قلت لي أستاذ زغير؟ ابني ثائر أكبر مني. أكبر مني. أكبر مني. ثائر عمره هلا هون إيه بال 45 هلا مو؟ جد والله 45 عمره. إيه ما شاء الله. أنا ما عم يعطوني 40. أقل عاطي.
كتر خيرك الله يخليك. الله يجبر بخاطرك. الله يجبر بخاطرك. أبو ثائر إذا سألناك عن بعض الأسماء بدنا نذكر لك إياهم، إذا بتسمع حد كل اسم هيك بمختصر شو بتقول عنه بكلمة واحدة؟ إذا بلشنا إحنا وياك نقول مثلا أبو صياح. شعبي. أبو رياح. صديق المخابرات لأنه رقبته عريضة. أبو قاسم. أصابيع الببو. أبو عنتر. يعني الآدمي، الآدمي اللي بالحبس. الآدمي اللي بالحبس. أيام بالحبوس بالشو بالحبوس مظاليم. مظاليم. أيام بالحبوس مظاليم. في مرة يمكن هيك بيبلش يمكن بصح النوم بيقول لك إنه يعني ضجر برا، ضجر برات الحبس أبو عنتر صار بده يفوت. إيه ما هو بيطلع تنفس وبيرجع. إيه والله. على هوا كاركتيره. إيه على هوا طبعا. بيتنفس بالحبس. طيب أبو الهنا. صديقي وحبيبي جد وعايش جواتي. جواتك أبو الهنا. إيه معلوم. لأنه أبو الهنا يعني إذا بدي أتفلسف إنه هو كل مواطن عربي على رصيف مدينة عربية لما بيحلم أحلام صغيرة هيك وبيجي الظروف تخطف له أحلامه وبتغتاله بالأحرى بتقتله. هو عايش داخلك جواتك. إيه إيه صحيح. طب أبو كعود. أبو كعود يا سيدي الله يرحمه إلهي، هذا لما كنت صغير كان عمري شيء 8 سنوات تقريبا. نحن أنا يعني ولدتي من مشغلة 32 سنة. أيوة من 32 سنة. مزبوط يعني هي بالأربعين 1940. والدتي على فكرة ما تعذبوا كثير بحساب عمري، أنا عمري 40 سنة و300 شهر. احسبوهم على مهلكم بقى. ضلكم احسبوهم. خبرنا عن أبو كعود. فهذا كان أنا والدتي من مشغرة ووالدي من لبنان من دمشق من الشام، وتزوجوا وحبها وحبته والآخر وقد ما حبوا بعضهم جابوا 12 ولد طبعا بهذاك الوقت لأنه هي بالثلاثينات يعني ما في تلفزيون ما في تلفزيون يتسلوا ما في شيء. المهم أنا ترتيبي رقم 7، في قبلي 3 ذكور و5 بنات. ما جابوني يعني حبا بالولاد او حبا بالهي، جابوني لانه بنطلون اخي اللي اكبر مني صغر عليه. فعلا يعني يعني زمان ما في البنطلون الاجيال كلها تتعاقب عليه كلها. لا ولا يعني اذا ما عاد على الموضه الله يساعد اللي صار بعدين ورا عمي. ولا بس هلا الموضه هيك رجعت هيك. الشربة لابس بنطلون مشقشق يعني حفيدتي ام سرعتي. شو قلت له لشربي بس شفته لابسه انه يم مخزوق بركي مش يعني بركي منه منتبه شربي. لا 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 انا عرفت انه هي موضه صارت. حفيدتي ام سرعت اشترت هذا بنطلون جينز. لا لا قبل كم فتره بقول له جيمز، انا ما لي عارف انه جينز بالنون. جيمز دين. جيمز ايوه جيمز دين. جيمز دين. ف هي عم تشتري قالت له يي ما في غير خزقين. انه كل ما زادوا الخزوقه قال بصير اغلى بصير سينية اكثر. يي استاذ دوريت شربي الرهن بيته ام خزق كثير هذا. استاذ دوريت لحتى نرجع لحديثنا عن ابو كعود يعني إيه؟ انت هيدا اول يمكن ما بعرف توظفت عنده اول شغله اشتغلت ايه عند ابو كعود. ايه هذا كان حداد. حداد حداد قريب البيت. فنحن باعتبار عددنا كبير كنا ساكنين بغرفتين، غرفه للوالد والوالده. منيح تركتوا لهم اوضه لهم بس ما بيسعوا جنب بعضهم ضيقه كثير. ف
لكن يعني استاذ دريد اعذر خليني اطشك منيح لقضيت ب 12 لا جد يعني ما بيساوي حد بعض والا كيف جينا نحن كلنا البقيه غرفه ثانيه جد ننام مثل ورق العنب جنب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض هيك المهم يعني كانوا كل الاولاد ومن صغرهم انه بدنا ظروف صعبه اقتصاديه والاخرين انه نساعد كلنا العائله فانا كل يوم مو بس انا واخواتي كمان انه نخلص دروسنا بعد المدرسه وكل واحد ينطلق لشي شغله فانا اشتغلت عند ابو قاعود ابو قاعود هذا قريب من البيت حداد كان ايه شو كانت يعني شغلتك مضبوط عند ابو قاعود انفخ بالكور تنفخ بالكور تعرف الكور كبير غير المنفاخ هذا اللي القديم للجلد كان كبير كتير ايد من هون وايد من هون ووقف على حجرين وبده ينفخ هيك على النار وهو يحدد بقى عرفت كيف فانا اتعمشق من هون لهون طبعا على النار والدخان والاخر هي انا اتشحر اسود صير النصف فرنك قال لي اعطيني اياه اشتري فيه صابون مشان اروح الشحر انا استاذ دريد كنت اعرف انه اول يعني مثل اول معاش هيك طلعته كان 5 قروش وزيت الخبريه اللي عم تقول اعطيتهم لامك اشتريت فيهم صابوني لحتى نطفك من اللون من نفخ بالكوري صار بصير لونك اسود كله وما عاد بعتوني لعنده لانه عم يعني كلفهم اكثر وكلفهم اكثر بكثير استاذ دريد بس لاسالك بهالفتره هيدي غير هالمعاش كان في عندك كمان مثل مردود ثاني في تخبرنا عنه كنت تطلع كمان غير هالمعاش مردود تاني كنت تطلعه كمان هيك يعني 5 قروش من عند أبو كعود وفي كمان قرشين ونص كنت تطلعهم من غير محل مو طلعهم هدول أنا شو يصير معي يجي على بالي مثلا أكل جاتوية فرضا وقف قدام واجهة هيك محل تبع مثلا جاتو وعيوني تبز انه كيف بدي اصل لها عملت جمعيه بالبيت عملت جمعيه امي الله يرحمها ويطول عمركم وعمر السامعين كلهم والمشاهدين كانت تحب انه بتخاف علينا المستقبل انه ممنوع حدا منا ينادي لاخوه واخته باسمه يعني مثلا عندي اخت اسمها ام كلثوم ممنوع إلا أم كلثوم لازم إلا أختي واللي ما يقول هيك يأكل كف هذه كثير عاطفية وشان أخوة فأنا عملت مثل قال يعني رقيب على تعاليم أمي فقلت لهم لأخواتي اللي أصغر طبعا اللي أكبر ما بيسترجي أكبر بيضربوا بالضبط بقى هن اللي أصغر مني 3 بنات أصغر مني أم كلثوم وفريال وابتسام فقلت لهم كل تعوا نعمل جمعية لأنه ماما هيك قالت كل واحد بيغلط وبينادي لأخوه أو لأخته بدون كلمة أخي بيدفع 0.5 فرنك قرشين ونص جزا وجبت مطمورة إجة وفعلا كل ما ناديتي لي دريد ما قلتي لي أخي هاتي 0.5 فرنك حط نص يعني لغاية ما جمعوا بظن على هو حسابي شي 75 قرش 3/4 الليرة يعني كسرت الإجة ولغيت الجمعية واشتريت فيها جاتو بس أنا أستاذ دريد عندي خبرية بتقول إنه هالقرشين ونص كمان غير هالجمعية اللي عملتها عن أختي وخي عملت قانون بالبيت إنه اللي بيقول شي كلمة عاطلة كلمة هيك بعذروني على الكلمة بذيئة يعني بتدفع 2.5 قرش هي هي إيه ما هو الجمعية كل مرة إلى شعار بقى هلأ شعار جديد منشيت جديد للجمعية إيه؟ إنه اللي بيكذب اللي بيحكي كلمة بذيئة وإخواتي يصدقوا حرام ويدفعوا بس ما شو اشتريت غير جاتو والله ما لما تكسر تاني إجي والله ما اشتريت غير جاتو بس جاتو يعني كل مرة تشتري جاتو يا واحد عمره 7-8 سنين ومشتري جاتو شو بتريدوا يشتري جاتو. يعني جينز مخزة لا لا مش بس أنا بعرف إنه مرة بهالكلام هيك العاطل يعني أختك عطتك 5 قروش شو قلت لها انت قلت لها لك كلمه عاطله عندك يعني جمعت لها اياها يعني ما كنت ترد له الحساب هي بالحساب يعني حكيت كلمه عاطله وما معها 0.5 فرنك مثلا
فإلا أنه يا سبي هلا بالنص فرنك الثاني لأنه ما معي رجع لك أو حدا بوشي عم يتمرنوا مشان البروجرام القادم. طيب روني بدي اقول لك شغله اذا تنتبه انه عندنا خبرة هون، شو رايك استاذ زريد بالايقاع اللي عم بدق روني والدرامز هونيك؟ بياخذ لاعب جد هي دربكه غير شكل سيديه يعني مو ما حطتها هيك او حلوه مش هايل هيك اهلي بحطها. انتم متفرجين على التخت الشرقي لا تاخذينا الله يوفقك. ايه التخت الشرقي يعني الالات الشرقيه لما بتقعد على المسرح منظرها غريب يعني هلا مثلا الفيولون بيعملوا هيك كذا ساكسيفون الى اخره. التخت الشرقي القانون مثل الاخت الكريمه مع اعجابي كثير بعزفه بس بتلاقي واحد حاطط الاله كانه عم يكركرها. العود قد مو له بطن. الدربكة هيك من هون جنبي الناي مو معقول فيها يعني تشويه ما بعرف ليه في تشويه بكل ليش لقوا هالآلات اللي هيك بتشوه الجسم بتشوه المنظر. مبسوطين كثير نحن هيك مرتاح ونحن مبسوطين. انا بدي اقول لك كل انا بدي اقول استاذ زريد بدي اقول لك كل المشاهدين الموجودين هون انه استاذ زريد كان شفت هالمنظر هذا ما حكينا عنه هذا شو عم بيفقع شيء عم بي... لا يا عمي هو المشكلة نفخ من هون بدك تنفخ من هون. هو من فوق ومن هون ومن فوق. بدي أقول إنه الأستاذ دوريد لحام يلي هيدي لازم نذكرها ومهم كتير إنه أستاذ دوريد لحام تم اختياره كأفضل عازف درامز بأسبوع شباب الجامعات بالقاهرة سنة 1958 عمرك سنة شو كان عمرك يعني 8 سنين كنت ولد هلا كنت بالجامعة بس هيك سابع عمرك على الآخر يعني الحمد لله إيه والله الحمد لله كيف شوف أنا عمري وراي أنا سابع أنت سابع إيه أنت سابع عمرك أنا وياك كتير أنا كتير شاطر كمان يعني كمان سابق عمرك بالطول بالطول. طيب استاذ زريد بدي اقول لك حاب اسالك هلا بالنسبه للنقر اذا فينا نسميه النقر على الدرامز في آلة تانية هيك ايقاع صار من اشهر الايقاعات بالعالم يعني هيدا ما حدا قدر يتوصل له صار حتى انه اذا قلنا من اشهر يمكن آلة عزفت عليها او عزفت عليها بشكل حصري بين كل الموسيقيين آلة حصرية يعني ما هيدي يعني هيدي الأباد غوار يلي موجودة هون هي يعني هيك بس خبرنا شوي عن هالأكسسوار يعني تاريخه وأهميته بالنسبة لك يعني أشهر آلة يمكن عزفت عليها أنت هيدي بشكل حصري صح؟ هي احلى شيء انه يعني الاله الوحيده هاي اللي بتعزف عليها برجليك يعني كله يا بالايد يا بالهي الا هاي بالرجل وكانت تستعمل امرار معلوم هات اعطينا الدو من عندك والله بكره لما بيجي البرد فطوم 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 حبيب البيت المومي بكره لما بيجي البرد مالك غيري كانوني شو حبيت من السلسلة البرادة راسه من دك البستان مو عرفان تحية
علي قلبي وخدي منه شي نارة مهما بدلتي بالحارة حطوني كيف حبيتها أهل الحارة سألوني بعيونكم لا تشوفوها تشوفوها بعيوني عم نشوف نحن وياك أستاذ دوريد مشاهد عن عيا كوبلي عيا مقطع رجعت فتت في رجال بتجوز مو مجنون مو مجنون خديني قبل ما اعقل يا فطوم ايه صحيح هيدي صحيح وكان الجنان من النوع اللذيذ من النوع اللذيذ ايه ما بيقول لك الواحد ما بجوز يضل هيك فلاد لازم يجن والزواج جنان بس لذيذ لذيذ ايه اذا واحد عقل ما بيتجوز يعني انا اذا مبسوط بزواجي من حبيبتي اللي بقول لها هالة هي صديقتي أحيانا وحبيبتي دائما بس أدمو سعيد بهذا الزواج إذا هي بتوافق ما عندي مانع عيد كرر يعني أستاذ دوريد لا 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 أستاذ دوريد أنا بس لألك لأنه شفت أنت ما عم تقدر تشوف الست هلا أنا شايفها من عندي علامة الرضا هيك بقوة يعني لا بتعرف لأنه شو لأنه إذا بدي كرر برجع باخدها إلها مشان هيك يا ماركو بحب أسألك يعني كل واحد منا حتى المشاهدين بيشوف هالمشاهد فطوم فطومي وصح النوم وأوتيل صح النوم بيرجع لذكريات يعني بيفكر أستاذ دوريد أنه أنا بهالوقت وين كنت أنا كنت بهالمحل الفلاني بوقتها بالمدرسة كنت أعمل بتذكر كيف أنت اللي كنت جويت هالبرنامج عشته على الآخر باستوديو شو حسيت شو شعورك لما شفت هلأ المشاهد عن فطومي يعني ترجع لوين شو بتفكر أول شيء بطلع برجع لهلأ بطلع بعين الناقد إنه وين غلطت وين وين عملت صح وين عملت غلط لكن بسرعة بتروح من بالي وبيدخل لبالي فورا الحس تبع هذيك اللحظة هلأ لو طولت هاي الغنية شوي كنت بكيت أنا طب معقول توقفوا يا ابو لا شو بدنا نبقى مناحة لا يعني شو يعني بيدخل لبالي فورا انه هذا الغوار المظلوم الى اخره لا بمسرحية كاسك يا وطن طبعا بالمشهد الاخير اذا بعضكم شايفوا في حوار بيني وبين ابي اللي بيكون بالمفروض مستشهد فكل ليلي انا ادخل بالحالة حس اني انا هو ودمع طبعا بيجوا يسألوني في بعض الأحيان إنه كل يوم بتحط دموع قلت له لا شو بحط دموع كل يوم بدخل بها الحالة أنا بكل صدق أستاذ دوريد كنت عم بحكي قبل الحلقة مع أشخاص مع ناس حتى عم بحس إنه بوقت صح النوم كنت بمراحل ببعض الأوقات تخدنا على أشياء مقالب حلوة كتير وبتضحك وإشياء فيك تبرمها حتى تكون بتبكي فيها تكون صحيح. مبكي كمان مشان هيك حبيت أسألك عن هالموضوع بالذات عن الذكريات إذا بترجع له وهيك هلأ فطومي كتير حلوة الغنية بس أنا في عندي غنية كتير كتير بحبها شو بس في أوقف ولا ممنوع الوقف علي لا وقف شوفر لا والله لا نرجع اطلع لهون شوف اطلع لهون يا سيدي اطلع عرصيف انت خلص رح ابقى هون مثل روميو وجولييت صرنا حاسس رح تقتل حالك كرمالي
استاذ زريد الغنيه اللي ما بتروح من بالي انا هي اللي كان في هيك اذا بتذكر مزبوط ناس عم يغنوا مثل كورال وهي واشرح لها عن حالتي روحي العالين لاجلها ها 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 احلاها عن حالتي روحي العالين لاجلها كانوا على حمي يا جبل نادي عالي ونهي القرار وعاشر أحلاها عاد حلاتي روح يا نسيم العمدة أخ صوتي ما عاد يساعد انت مفكر هيك كيف كانوا كيف كانوا عم يسمعوك هيك مقربين كلهم استاذ زريد بدي مقربين بس يعني ما عم يسمعوني عم يطلعوا انه اسم الله شو الطول ما صرت فوق استاذ زريد بدي ارجع اذكر المشاهدين وكل الموجودين انه في عنا فقره بالبرنامج باخر البرنامج اسمها فرصه اللي هي الشخصيه او الضيف اكيد الضيف اللي بنحبك وبنحترمك الموجود معنا اليوم زريد لحام اي مهنه رح ينفذ غير المهنه اللي بتعرفوه فيها الفنان الكبير المعروف الاستاذ زريد لحام المهن الثلاثه اللي رح نشوف قدامنا هن لحتى باستوديو يقدروا انه ينقوا خياط خباز او حلاق خياط خباز او حلاق لكن كمان المشاهدين انتم بعد شوي رح تنطروا لاخر حلقه تشوف الاستاذ زريد لحام اي مهنه نفذ غير المهنه اللي بتعرفوا فيها والجمهور اللي موجود معنا بالاستوديو بعد شوي رح كمان ناخذ شو قدرته انه استاذ زريد لحام رح يعمل مو شو اللي نفذ شو المهنه اللي بحبها لو ما كنت فنان ايه هيك ونفذتها ايه يعني لو ما كنت فنان كنت بتمنى اكون كذا مثلا ايه كنت بتمنى اكون خير بس بتمنى تكون مثلا وفي ثلاث اشياء اللي هي لو ما كنت فنان بتمنى اكون يا زعيم زعيم يعني بمعنى ملك او رئيس مو اقل يا فران على الصاج لأنه الزعيم والفران مسؤولين عن خبز الناس فيا هاد يا هاد يا الشيء الثالث اللي بتمنى أكون إذا ما زبطوا هدول بتمنى أكون حرامي مهم يعني كيف حرامي مهم حرامي محترم يعني وراء سيارات وقدامه سيارات ومعه بده قرضية وإلى آخره شو يعني الحرامي بس هيك مختصرة أحلى من العز هذا شو بدك أحلى من العز ما في أحلى يعني بس السيارات قدامك وراك جنبي يا سيدي ما وراي قدامي جنبي طيب أوكي ما تزعل من هون ومن هون يعني باختصار مسؤول كبير خلصنا مسؤول كبير طيب أوكي برنامجنا مكمل بفقرات حلوة كتير أكيد رح نكمل الحوار مع الأستاذ والفنان الكبير زريد لحام بعد الإعلان خليكم معنا مشاهدين لبرنامجنا كمان مرة بنرحب بالأستاذ زريد لحام أهلا وسهلا فيك وبحضورك الحلو والمميز يعني اليوم بالفعل بكون هيك حلقة كتير كتير مميزة وحلوة الله يخليك لما نقول زريد لحام بنكون عم نحكي عن زريد لحام عن غوار إذا لحظة نعم نسيت شغلة صغيرة بس لحظة يا شو
شو المشكلة يعني؟ لبى هيك خلص. هذا عم بيعمل يعني ما اجيب بيعمل مثل ما بيعملوا بعض المسؤولين بيمنعوك عن شيء وانه بمارسوا هاي نو سموكينج الي لا فاقله انه هو سموكر انا نو سموك كنت عم بقول لك انه لما نقول عن غوار بنقول مقالب غوار مقالب غوار بالناس بس مين يلي بيعمل مقالب بغوار مين يلي بيعمل فيك مقالب والله كتير يعني بتصير هيك مقالب في حدا شخص هيك محدد قريب أنا منك أول شيء لك متهيب هلأ من مقلب أنتوا تعملوا فيه خايف أنا حاسس إنه في شيء لا حاسس إنه أنا أنا عم أنا عم بأكد لك لا يعني لا بكل هيك في ثقة يعني يعني هيك مقالب لا ما في ثقة عندي أخت أنا أختي إيه؟ أم كلثوم اسمها حبيبة قلبي دائما بتحب تعمل فيه مقالب يعني آخر مرة على طريقة الإجة يمكن بدها تستد إيه؟ من وقت الإجة لما كنا أطفال لما كنت أي شغلة من أسبوعين ردت لك إياها يعني إلا منك إلا منك قرشين ونص ردت لك إياها من شي أسبوعين جاي بإجة هيك حلو منظرة قالت لي مو حلو قلت لهم بلا كتير حلو قال هاي وزعوا منها شي 2000 وحدة على البيوت هي لجمعية خيرية حتى ما يعني يحطوا بالمحلات إنه بالبيوت شو بيطلع من خاطرك شو بيزيد معك حطهم بهالإجج وبيجوا آخر الشهر هنن بيلموا الإجج بفضوها بتحكي بكل جدية أنا صدقت والله وحطيه تاري إلا هي مش لحالها طيب أستاذ دوريد هيدي الشغلة اللي لازم نعرفها والمشاهدين كمان يعني غوار اللي عمل مقالب بالكل هيك في اشياء بيخدها بطريقة حلوة وسهلة اكيد نفسيتك الحلوة اللي بنعرفها مثل ما قلت اختك يعني عشوائي هيك قبضت منها جد او اخذتها دائما هي دائما بتغشني يعني بتدخل مدخل جدي كتير 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 وهي معود علي بجدية لا لا انا بضيع وفي لحظة الواحد بيبقى مثلا شارد ولا مشغول بيصدق شو بينحكى بسرعة يعني بعدين بيفكر في مثل مرة هيك كنا مارقين بشتورة كمان يعني قريبة وهي قاعد أنا جنب السائق وهي وأختي وزوجتي قاعدين ورا مرقنا من قدام محل غزالي هذا بيقربنا بنوقف عنده بالروحة وبالرجعة بس هالمرة ما وقفنا لأنه مستعجلين شوي رن التليفون بالسيارة أختي قالت له أي أيوة أيوة والله لا تأخذنا كيف شفتنا من الشباك وشفت السيارة هي ومار دوريد معنا تاريها عم قال أوهمتني إنه اتصل أول ما مرقنا قال شافنا وإنه زعلان ليش ما وقفنا وأنا بقى احترت شو بدي أقول له ليلو إنه والله دوريد نحسان ليلو كان غفلان ما انتبه إلى آخره ولا فرتت من الضحك هي ومرتي بعدين على أساس إنه مقلب هذا أستاذ دوريد بينك وبين أولادك في حوار في صراحة عطول أكيد أكيد فيك تقول في صداقة في احترام نعم في أهم شيء إنه في صداقة أنا أولادي أصدقائي أحفادي أصدقائي لكن بلحظة ما من عيوني أنا من النوع اللي إذا زعل أو غضب ما بيطلع صوته هلا مثلا الجيران بيعرفوا أنه أنا وهالة كويسين لما بيسمعوا صوتنا صوتنا مو عم خالي إيه؟ موسيقى راديو إلى آخره إذا ما سمعوا الصوت يعني في شيء معناتها في شيء مأزمين ساكتين ساكتين إيه أنا بسكت بس أزعل بسكت نهائي فلما بسكت بيعرفوا أولادي من عيوني من شكلي أنه في شيء شو يعني الحمد لله هلا مبسوط مرتاح الحمد لله هيك الحمد لله هيدي بتعرف شو فيها بهالقنينه استاذ زوريد مي خضرة شم الله لا. شو هي الله فعلا اكيد جديده طالعه هاي يا الله زيت كاس ريحه شو هي
زيت كاس. بنزين. بنزين. في شيء خبرية عن هالبنزين؟ في شيء مثلا إذا طلعنا أنا وياك بالكاميرا هيك تقولوا لابنك في شيء منك مصارحه لابنك مثلا؟ كنا عم نحكي عن صراحة أنه مش قايله بصراحة لابنك، في شيء كنت قايل عكس ما كان بدك تقول؟ مو عكس، يعني أنا لما ابتديت بفن احترفت، أنا كنت أستاذ بالجامعة هذه، ولما ابتديت هاوي وبعدين احترفت هي بالستينات، بأول الستينات كنت ماشي بطريق مش عارف حالي وين حأوصل، فكانت المردود المادي كتير 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 بسيط، كتير بسيط، نعم. كتير بسيط، نعم. يعني لدرجة أنه نشتري ثيابنا من البالي، بس كنا نوصي، مو بس أنا، في كتير فنانين هيك كانوا، ما بدي جرسهم وقول مين إنه، لأنه كل مرة لعند واحد نتفاجأ أنه سابقيننا لعنده بقى في، وهي كنت حاطت عيني على القطعة أخذها. أيوة، ففي واحد تعبالي عنده بيت هيك كذا، قلت له بس الله يخليك ما بدنا نشوف حدا ولا حدا يشوفنا، يعني الناس ما حلوة تقول دور يد عم يلبس من البالي ومرته وولاده إلى آخره. قال لي تكرم استاذ، تكرم عينك، ولو اول ما بتجي انت بسكر لك. انا فعلا فتح، فتنا على الاوضه، بقى بيبقوا صناديق هيك، هدول على اساس لسه هلا واصلين انه نحن عم ننقي هلا. انا غطست جوات الصندوق، غطست هيك وطلعت عم اقول لها هلا ليكي ما احلى، ولا قدامي هلا شوكات، اهلا انا طالع من الصندوق الثاني. صندوق ثالث طلعت منه منواصف ليك ما احلى، وكلنا عم نعمل هيك، قول ما عاد نخجلنا من بعض، نجل كأنه كلنا بالهواء. وهيدا ما بدك تجرسه؟ ايه كلنا. وما بدك تجرسه؟ لا لا انا ما قل كلنا، يعني قول بهداك الوقت كلنا بالهواء سوا. حلوة، هو المعاناة حلوة بيني وبينك. بقى كان جاي الدنيا على عيد، رحنا نشتري تياب إلنا وتياب لأطفالنا مشان العيد. كان ابني ثائر عمره شي 6 سنوات تقريبا، فطبعا هو هي البالي تياب ملبوسة سابقا يعني من أوروبا وغيرها، بناخذهم عادة هدول حتى ما يلبسوا الأولاد يكون فيهم شي مرض شي جلدي كذا، نبعتهم على المصبغة مشان يغسلوهم. كان زمان يغسلوا ينظفوا التياب اللي هي بالبنزين، بالبنزين أيوة بالبنزين ينظفوها، بس بعدين يغسلوها بالماء، فيبدو ما تروح ريحتها رغم الغسيل. فابني ثائر هذا بالعيد صباح الخير بابا ومدري بالثين صباح الخير والعيد والعيدية، ولبس الأواعي الجدد اللي جايبين له ياهن على قولنا الجدد نحن، هالولد شم ريحة بنزين بالتياب. عمل هيك دي بابا ريحتهم بنزين، قلت له طبعا حبيبي طبعا، ما هي أواعي جاي من أمريكا، تجي بالطيارة، الطيارة بتمشي على البنزين، فبيلقطوا. طبعا ما حكيت له السيرة لابني ثائر لصار عمره 40 سنة، ما طولت كتير يعني، هلا مره ثانيه عم خبروا اياها هلا. نعم نعم، مره ثانيه عم خبروا اياها انه الطياره بنزين. ما زلنا عم نحكي عن الطياره والسفر، اخبارك مع السفر استاذ زريد؟ مثلا انا بحس انه بحب طير بطياره، احس حالي بامان فيها، يعني بده يكون اعلى شيء في شيء 8 محركات، يعني مثلا انه محرك واحد مسافر شي مره بطياره هيك محرك واحد. هو اول شيء الامان بالله اكيد اول شيء، وأنا عادة لما بسافر بطيارة بأخذ محركاتي معي. طب إذا شي مرة كان في محرك واحد بالطيارة مثلا شفنا مصيبة، يعني في مرة كنا بالسودان رايحين من الخرطوم لوسط السودان لمنطقة اسمها الأبيض، هنيك بدنا نزور، هي لما كنت مع اليونيسف. نعم مع اليونيسف. ايه مع اليونيسف، سفير نوايا الحسنة، سفير نوايا الحسنة، خوش ما صفي نوايا حسنة بالعالم. المهم بالطيارة من هي طيارة تابعة اليونيسف من الخرطوم للأبيض في شي 2 ساعة طيران، وبهنيك بالأبيض ناخد سيارات نروح بالصحراء شي 4 ساعات كمان لنوصل لقرية معمرة مدرسة وإلى آخره. المهم أنا بحب الأطفال والطفولة وكذا وفرحان بالمهمة على العموم. لما طلعنا بالطيارة بالجو
ما كنت منتبه لشيء، بس بالجو انتبهت لقيت السائق قاعد معنا جوا. شو فات ياكل شيء يعني؟ لا لا، هو الدركسيون هون وهو هون ونحن هون، مو انه في باب بيننا وبينه ولا كذا. طلعت هيك لقيت طياره بمحرك واحد، بلشت فكر، قلت له لهلا ولي هذا اذا وقف قلبه شو بدنا نعمل؟ اذا المحرك وقف ما في غير محرك واحد شو بدنا نعمل؟ شوي هلا صارت كل شوي تعطيه بوم بوم مشان يضل صحيان، وانا اطلع انه على انه مفاتيح عم يكبس مشان اذا صار ما صار انا نزلها. لكن سعادتنا بالرحله او بانه رايحين نقابل اطفال خلانا بعدين ننسى هذا الرعب ونبتدي نضحك. بس بالرجعه طلع معنا محافظ المنطقه هنيك او رئيس بلديه وكذا، باعتبار رايحين من المنطقه راجعين خرطوم، طالع معنا كذا. لما طلع وقعد هو بتعرف بشرته غامقه، بقى صرنا نرجع نحكي على نفس الرعب هاد. قام هو ارتعب، اول مره بشوف واحد لونه هيك غامق بيقوم يصير اصفر. يعني وغفل وراح غفل، ما بعرف ما طار ما عدتوا نزلتوا سوا، نزلتوا سبقنا بالنزل ما ظل مشكلة الطيارة كلها 12 زلمة مو أكثر، ومو كراسي هيك جنب بعض تبع المظليين مقابل بعض، والطيار يعني صار إنه بده يأتيني فينا قال يطعمينا، جايب كيس سندويش معه طعميكم بيمسك بيحب يعني يشيل اللقمة من تمه لأيديه الكيس بيناول لورا إلى أخي ما بدنا ناكل. أنت كان عم بيصيبكن أستاذ زريد ولا لا؟ وات كان عم بيصيبكن لما يعطيكن هيك؟ لا عم نناول بعض. بناولوا بعض من واحد لواحد لواحد لواحد. هل قد الطيارة يعني وزير؟ هو الطيار هو المضيف وهو الكابتن وهو كل شيء. كل شيء بيعمل هو كل شيء. أوكي أستاذ زريد، من سيرة الطيران أنا بحب عطول بالطيارة أنه ما بقدر، كل ما أطلع بالطيارة بحس حالي أنه ببرد بسقعة، يعني بحط بالأحلى الحرام علي، يعني وكل مرة بالطيارة بده يكون معي حرام. لا أنت ليش لطالع حرام معك؟ حرام هيدا إيه شو؟ ليش لطالع حرام؟ شو بعمل؟ اسرق من الطيارة. معقول شو بدك هلا؟ هلا نحن عندنا بالبيت حرامات، يعني بحطوا رح حط الحرام خب شو يعني؟ عندنا حرامات اير فرانس، عندنا الميدل ايست، عندنا الكوانتس، عندنا الاميريتس، عندنا حرامات من كل شركات الطيران. مش طمع، ذكرى حلوة، أنا بحب الذكرى. مين عم بياخذهم حضرتك استاذ زوري؟ لا والله انا بخاف. يعني اذا مش حدث انا اذا في انت وهلا وانت بتخاف مين عم بياخذهم؟ والله انت قدر انا بخاف. فكل مره يعني مره هيك رحنا استراليا رجعنا المشوار الثاني، كانت تحمل شنطه هيك مشان اغراض صغيره عملتها الان. المره عملتها الان لك هلا ليش عم تكبر يا قلب؟ هي ما يسمحوا لنا يطلعوها. تحب تاخذ ذكريات هي هيك حرمت بس. هلا لا تقولوا شرفي ما في حدا ما بحب ياخذ ذكرى من الطياره او من الاوتيل، او صح ولا لا؟ صورهم عم يقولوا نعم، صح ولا لا؟ صح. خلصنا كلنا بالهوا سوا، ليش عم تطلعوا فيي؟ كله مظبوط. استاذ زريد معقول هلا شي مره تطلع عبيله مثلا تاخذ ذكرى الطياره؟ الطياره ذاتها تطفو حد البيت؟ يا ريت تنقلوا تقعدوا بالطير. اقول هاي الطيارات الواحد يعني بالعالم العربي موجوده دائما، يعني الواحد وين ما راح. طيب استاذ زريد كم بلد زاير تقريبا؟ اسالني كم بلد مو زاير. كم بلد مو زاير اهين بيكون يعني لحتى تجاوب؟ اكيد اكيد يعني داير العالم كله تقريبا. رايح شي مره استاذ زريد على المكسيك؟ لا مش رايح ولا مره على المكسيك. لا ابدا. طب وصلنا هيك شريط من هونيك، شريط جديد حدا عم بيغني للزرع، وكل ما غنى زاد الموسم، خاصه زراعه ما راح نقول شو زراعه شو راح نشوف نحن. يعني استاذ زريد كنا عم نقول كل ما كل ما تغني كان عم بيزيد زرع البطاطا بللونا ضربوك بالبطاطا. والله ما عندي هذا التسجيل، تصور منين جبتوه؟ لا ده مرة والله ما عندي اياه.
خلاص بعض البرامج أنا وياك بحمام الهنا هذا. أنا كان لي غرام كتير ولا مازال بالغناء الفلامينكو الإسباني، بحس فيه شجن عربي. هلا لاحظ كأنه عم بيقول أبو الزيلو. لا 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 والله مزبوط معك حق، نفس الشجن. يعني بس آخر شيء ضربوك بالبطاطا كانوا كتير حبين يعني. هلا هاي باعتبار ما عم تتصدر معهم، عم يضربوا فيها. عم يضربوا فيها. هل إذا بنقول أستاذ دوريد لاروني تنتبه يعني إذا شي ضرب إيه بدك تنتبه على البطاطا، لأن معقول يجيك بطاطا وهالبطاطا البطاطا يا عيني على البطاطا قديش مستحلاي انتك يا ابو الدراي، طبيني جبنة زيتون وتعشيني بطاطا حلوة هي على البطاطا. استاذ دوريد خبرنا عن، فيك تخبرنا شوي عن شخصية كارلوس يلي هي كانت شخصية قبل دوريد؟ هيدا هي كارلوس، هذا هو كارلوس. اي يعني اكثر شوي غير المشاهد اللي شفناها نحن. لا لا هذا هو اول ما ابتديت بشخصية كارلوس انا. يعني لما تركت التدريس في الجامعة وانتقلت على التلفزيون اول شيء عملته هي الشخصية نتيجة حبي للفلامينكو. وعملنا وقتها برنامج اسمه الإجازة السعيدة مع المرحوم الاستاذ نياد قلعي وفنانين آخرين، وعملت هاي الشخصية. بس ما معقول يعني الناس ما حبتها أطلاقا ولا حبوا البرنامج يعني، أو ما حبوني بهذه المسألة. أنا زعلت بكيت دمعت إنه معقولة هالعذاب، وتركت مهنتي أستاذ جامعة لروح لهال إنه أقوم أكل على طريقة البطاطا إلى آخره. بس كتير حلوة كانت. بس إيه فالناس ما تعاطفوا مع انه طيب ليش عم تجيب لنا شخصيه مستورده، انه عمل شخصيه من هون من هون بعدين من هون طلعت معي مساله غوا. هو عانينا كثير بالبدايه ما عندك فكره. اكيد طبعا هو اللي الواحد بيعاني، بس اذا حاطت براسه هدف قد ما عانى لازم يكون عنيد مشان يقدر يوصل ويكمل. انا بتعرف ليش طولي هالقد؟ انا كنت طولي بس عم تعطلني هم هلا انه ممكن انا يكبسوني بعدين. لا انت هلا نجحت ومشي الحال. مشي. ايه بس انا بدايه الطريق لما كنت هاوي كنت طويل، بس قد ما ضرب راسي بالسقف صرت. استاذ دوريد بس بدنا نذكر المشاهدين ونحكي عن الفرصه، هالفقره اللي بتصير الفرصه المهنيه اللي كنت انت بتحلم فيها واكيد نفستها. كمان في كنا قلنا الخياط الفران والحلاق. اي انا بالثلاث مهن اللي قلت لكم اياها كنت عم بمزح. نعم. لانه يعني ما ممكن اعمل زعيم اكيد، لانه ما حدا عم يرضى ينزل لاقعد محله. ولا ممكن اعمل حرامي مهما كان يعني في ابها ووجاهها والى اخره. بس بالخياطه انت منيح مثلا بالخياط؟ مهم انا لانه اشتغلت فتره خياط. هلا مثلا فساتين مرتي او تنانيره او كذا شغله بدها تطويل انا بطول لياها، انا بقصر لياها جد والله. وإلي غرام بمساله شغلتين كثير بحب اعملهم، ثلاثه، الجلي والكوي والخياطه. ف لكن لكن استغربت مساله بتاخذ معي وقت يعني، لانه خاصه اذا داير تنوره بده لقطه بيقولوا لها اسطنبوليه اذا بتعرفوها، مثل الاكسات هيك بتجي. اي لقطه. اي في ستات. ها اي ست. ايه ام ستات اسطنبوليه بتجي هيك اكس 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 اكس، هي بدها كثير هيك تقاني يعني. فمره جابت لي تنوره قال طول لي اياها، طولنا لها بتعد لها معي ساعتين، رجعت بعد يومين قصر لي اياها، قصرنا رد طول لي اياها رد طول. هيك بقيت ولا داري انا مو مساله طولها وقصرها، مو بتاخذ معي ساعتين حتشغلني حتى ما اطلع من البيت. انا استاذ دوريد مثلك كمان بالخياطه، بس انا مع مرتي عم طولها بس. انا مطول بس انا مشغل. لكن المهن الثلاثه يلي حكي عنه الاستاذ دوريد لحام رح نرجع تاني احنا وياكم الحديث الشيق كثير والحلو مع الاستاذ دوريد لحام بعد الاعلان، خليكم معنا. رجعنا نحن ويا
عليكم مشاهدينا، وصلنا هلا لفقرة فرصة يلي كلكم المشاهدين ناطرين أكيد. الأستاذ دوريد لحام كمان الموجودين هون ناطرين أكيد. الأستاذ دوريد لحام أي مهنة نفذ غير المهنة يلي بتعرفوا فيها؟ خياط، خباز أو حلاء؟ رح نشوف بالمشاهد نحن وياكم فقرة فرصة. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. طلعي فيا بما تقولي صباح النور، بدك تعرفي مين؟ أنا دوريد لحام. مشهور بغوارته شيء. شرفنا، أهلا وسهلا فيك. عرفتيني؟ عرفتك. وكيف ما عرفتك؟ مدام أبي رعد، وداد أبي رعد. يا أهلا وسهلا ست وداد. شوفي، من طول عمري مشتهي هيك شهوة من الله اتعلم كيف بيعملوا رغيف الصاج يلي فيه ريحة الضيعة. يا اهلا وسهلا فيك. فيكي تعلميني؟ من علمك لينا من علمك. يا ريت. اهلا وسهلا. يخلي لي اياكي. شو نعمل هلا؟ هلا بدنا نعمل، بدنا نجيب الطحين اول شيء. ننخل الطحين. ايه بالاول لما بدي غسل ايدي غسلت. غسلت ايدي. صوبنت هلا. نجيب. بنجيب الطحين. شو اذا بها السرعة بدي اشتغل وشاركك بالنهار منبيع زبونين بس صلنا 3/4 ساعة على طلمية. ايه معلمتي. يا معلمتي وين صفناني؟ سؤال، كيف شفتيني؟ شفتك خرجت علم ما خرجت هلا؟ خرجت تتعلم هلا، مصلحة هيني وصعبة بالوقت نفسه. طيب يعني ما بتجي بسهولة.
بدأ شوي وشوي، بس كأول بداية الطريق ماشي الحال. شو يعني؟ يعني يعني عظيم. قديش تعطيني علامة؟ علامة؟ عالمية. عالمية؟ عالمية قديش؟ 30 40 10 10 لا 20 30 ماشي الحال. شكرا على كل حال. 30 معناتها ممكن اتقدم. يجي بكره؟ يجي بكره ان شاء الله. طلعت مثل سمكه اللقوس. استاذ دوريت، بس بدنا ناخذ منك هيك بمختصر، يعني مهنه الخباز يلي هلا نفذتها شو بتعني لك؟ هيدي بتعني لك اكثر شيء كثير. بعدني لهلا بخاطري ريحه خبز امي اللي عندي اياه بيسوى همبرجر العالم كله. يعني بذكر لهلا بايقاع الطبليه هي عم ترق الخبز، هي عم ترقه، ونحن وصغار نبكي لما بتفيقنا مشان نعونها تخبز الفجر الصبح، مشان يكون خمر العجين من عشية للفجر. نسمع نحن الصوت نفيق مثل المجانين، نقعد حواليها هيك واللز النار. حلوة حلوة كثير كانت. حتى مهنتك بتنفيذها، كيف حسيت بتنفيذ هالمهنة أنت؟ حسيت قديش مستمتعين كنا نحن وصغار، ولهلا بتعب امي كثير. هالشغله اللي ما بتموت ابدا. استاذ زريد، بالنسبه للموجودين معنا بالاستوديو، كنا قلنا كمان انه رح يختاروا بين هالثلاثه الاحتمالات الثلاثه، مين يلي اختار خباز، والاسم يلي ربح معنا اللي اختار انه انت عملت خباز هو مختار قيسي. مختار قيسي، مبروك لك مختار. بتربح معنا نص ساعة طيران فوق الأراضي اللبنانية لتشوف المناظر الحلوة. نص ساعة طيران لمختار، مبروك لك. وبدي أقول مبروك لليلى كمان. وين لليلى؟ تفضلي وقفي إذا بتريدي. ليلى كانت أستاذ زريد ربحت معنا ببداية الحلقة كمان. ليلى رح تطيري لحالك بلا مختار. ليلى رح يكون عندي كمان نص ساعة طيران. أهلا وسهلا فيك، مبروك لألي كمان. زقفولا لليلى. بس طيروه نص ساعة ورجعوه. لا ليلى بس راجعه، ما يهمك. أستاذ دوريت، شو بتعني لك هذه المجلة؟ مجلة أهل النفط. أهل النفط. إيه هي أهل النفط. شو بتعني لك؟ من ورقة. عرفتها من ورقة. شو بتعني لك هالمجلة؟ مجلة أهل مجلة النفط. أهل النفط يعني مجلات كانت هيك منوعات حلوة جميلة، وأخذت من حكاية صغيرة منها فكرة لعمل مسرحي. اقتبست منها يعني؟ اقتبست منها. إيه، كان في حكاية كاتبينها كانوا اسمها بنت الراعي، وأخذت منها عملت منها مسرحية اسمها العصفورة السعيدة، يلي بتحكي عن مسألة إنه المهنة هي كتير مهم للإنسان، سواء الرجل أو امرأة. وحدة فقيرة رفضت حبة ابن الملك. نعم. رفضت ابن الملك لأنه ما في بإيده صنعة. أوكي. قال له طيب ابن الملك، قالت له البلوكية مش صنعة. هيك كانت يعني. هي يعني مجلة أهل النفط كانت لألك شغلة كتير مهمة. هي ومجلة المختار كانوا مهمين بالنسبة لي، وعندي أعداد كتيرة منهم على فكرة. يعني مجلة أهل النفط وكمان مختار، هيدي اللي أخذت منها مشان العصفورة السعيدة هيدي. أي أخذت من الأهل مو من النفط. من الأهل. نعم، هي اسمها أهل النفط. أنا أخذت من الأهل. النفط ما أخذت منها، كانت ولعت. لا كانت ولعت. ايه قال له نفضت مشوار من هون لهنيك. استاذ
استاذ دوريد، بس يعني منك ومن المشاهدين اكيد بدنا نعتذر. ببدايه الحلقه كنا بلشنا بحديث عن الحداد اللي هو ابو قعود. بدنا نعتذر عن قصة الحداد اللي حكيناها، كنا حكيناها بطريقة مزح قبل، بس هو بالفعل من قصة الحداد وقصة الشغل والصنعة اللي عم تحكي عنها قديت تعبت انت واخواتك بعدة انواع شغل او صحيح. كذا صنعة قدرتوا عملتوها، يعني هي هيدي اللي وصلتك وتوصل كتير. فاذا المهنة هي شغل كتير مهم انه واحد يكون فيها. من مهنة يلي عملتها بالاول عند بلشت فيها بالحداد وبالنفخ بالكور لحتى صار دوريد لحام سفير اليونيسف لاتفاقية حقوق الطفل بالشرق الاوسط وبشمال افريقيا كمان، هيدي شغل كتير مهم. بس انا بدي اسألك بكل هالاشتغلتون انت وصغير بطفولتك، قد ايه اثرت طفولتك والشغل على نظرتك لحقوق الطفل، ان كان بعدين كمان بعملك من اجلها بالسينما او بالمسرح كمان؟ اهم شيء عيوني بهالمساله مساله انه ما نحرم الطفل من سنين عمره بالطفوله، ما نحرمه من الطفوله. يعني انا صحيح اشتغلت بس ما انحرمت من الطفوله، هي مهمه كثير. ايه يعني بتقصد كمان استاذ زريد عفوا الطفوله مش دلاله، لو قطشتك انه ايه الطفوله مش تعا يا ابني خذ هلا بهالعصر، يعني خذ العشر دولارات صرفهم اليوم او 100 دولار صرف. لا يعني كمان بتقصد ضد حضرتك انه يعيش واحد اكبر من طفولته، يعني يعيش كل عمر بعمره، ولا معقول اذا سبق طفولته ما يكون عايش هلا الطفوله؟ صحيح اشتغلت حداد وخياط وغيره، 100 مهنه اشتغلت يعني على العموم، بس مارست طفولتي، مارستها باللعب، مارستها بأهم شيء، مارستها بالحنان، دفء الجو العائلي، دفء البيت، هذا أهم شيء. هذا أهم شيء، هو هون بتبتدي مسألة الطفولة. وتعلمت منها كتير، تصور لما كبرت تعلمت أنا من الطفولة، تعلمت من الأطفال، ولحد هلأ عندي أمل أتعلم كتير كتير من الأطفال. أنا مرة إجا حفيدي اسمه دوريد الصغير، دوريد جونيور، عمره 6 سنين، سمع رعد، ارتعب، خاف، ركض لحضني، ضميته عمير جاي فيك من رعبته، لما اطمئن تعرف شو عمل؟ طلع بالسماء وقال يا ربي انا بحبك، ليش عم تخوفني؟ شوف هالفلسفة، شوف تعلمت انا من حفيدي فلسفة انه انا علاقتي برب العالمين علاقة حب مش رعب. بيجوا الكبار بقى بيقولوا لك بكره بينزعوا العلاقه، نعم. بكره الله بده يخنقك، بده يحرقك بالنار، بده يدمرك، بده يشويك، بده بدل، ما معقول يعني. يعني بيعطوك صوره مرعبه عن رب العالمين، بضل ما يعطوك هالصوره اللي الطفل بيفهمها اكثر منك. استاذ دوريد، انا من صوره دوريد لحامي اللي هي بالتمثيل بالموهبه بالفن بالكتابه، بدي اتوقف مع الاعلان مع دوريد لحام اللي هو دوريد لحام الانسان اللي عم نتابع معك كمان حلقتنا اليوم. بعد الإعلان خليكم معنا. استاذ زريد رالي كانه رالي، نعم استاذ زريد، يعني لما تشوف هالمنظر هذا قدامك هيك القافله اللي ماشي، شو بيجي على بالك دغري؟ بيجي على بالي رالي. رالي بس؟ ايه. مش انه قافله ماشي ورا بعض هيك من منطقه لمنطقه عم تتنقل، عم بتروح من منطقه لمنطقه؟ لا، بيجي على بالي انه سيارات وفي 3-4 مدعوسين بالارض غاز ستيشن. يعني ما بيجي على بالك بهال كل هالقافله اللي شفناها او هالكونفواي اللي ماشي انه من منطقه لمنطقه بتحب انت والاصدقاء اصحابك تروحوا مع بعض، توقفوا على نفس المحطه، تنزلوا بنفس المطعم؟ هذول اولادي لقمه يا مرتي لقيمه. لا ما في منه، بتهيألي مخبرينك شيء من وراي. انه انا شوف انا صديق المكان والزمان،
هلا بفوت على مطعم مثلا جديد لاول مره بقعد على طاوله منيح منيح، ثاني نهار لما بفوت بحب اقعد على نفس الطاوله، واذا لقيت حدا قاعد عليها بتضايق بصير صديق لهالطاوله. يمكن كثير ناس عندهم الحاله يعني على فكره. فمعتاد انا بالعطل اخذ اولادي واحفادي ونطلع قافله على شيء، ومجبورين كلهم يمشوا وراك بالتاكيد قافله لازم نمشي، وبوقف بنفس الجاز ستيشن منعبي بنزين، منروح على نفس المطعم ناكل سندويش على بكره والى اخره. انهم بنكتوا على المساله بقى انه والله لك بابا ما بوقف غير هون وبابا ما بوقف غير هون، مشان هيك عم تقول عنهم انه وبدهن انا كلنا وراه، وانا والله حرص عليهم مشان ضل شايفهم بالمرايه. بس هيك مش انه مجبورين؟ قال لا، اذا واحد بيزيح عن الخط. لا قلت لهم بعدين مره، قلت لهم شوفوا داخل ايها انتوا تصرفوا، انا بمشي بالاخير وانتوا وقفوا وين ما بدك. لا بابا لا كلياتنا وراك والى اخره. انك كذابين بيحكوا علي بغيابي. استاذ دوريد ما عليه، اذا شلنا المحطه من هون حطيناها هونيك، لان انا طلعت البنزين بتضايق شوي من البنزين. يعني هيك قالوا بجوز اوكتانو عالي. هذا ايه اوكتانو بس منيحه، يعني هاي المحطه المنيحه عالي. ايه هاي المحطه المنيحه. كمان انا اللي انا بحضر لك كل شيء يكون جاهز وحاضر. هيدي شوف، إذا بدك تسألني كيمياء نسيت بشرف نسيت. طب ما أنا وين بدك توصل؟ قلي بس بعد البرنامج على البيت إذا في مش... نعم حدا يوصلني. بدي أوصل إنه هيدا الكيمياء يلي عم نحطه نحنا، يلي ايه؟ أنا ما عم بعرف حطهم. لا بدك إنه تنفخها برا لكل المشاهدين. لحظة، بدك تنفخها برا وبعدين تدخلها. حقيقتك ما نسيت. لا يعني لا هيئتك منسي. ولك يا سيدي من القطرة تبع العين هي تنفخها برا وبعدين بتبقبق. أنا مني قاطر بتبقبق. أنا مش قاطر إلا سيارات. إيه فخها برا. هلا دخلها. هلا دخلها. طلع. أيوة والله فرقت منيح. طلعوا علي كلهم هلا. طلع أستاذ دوريد. بس لأقول إنه للمشاهدين وللي ما بيعرفوا إنه أستاذ دوريد لحام كان بالأول أستاذ كيمياء. صحيح. تعلم كيمياء. صحيح. والهدف إنه مش إنه أرجع انت تذكرني بالكيمياء او الـ او الـ بالمختبر او الاشياء اللي عم نكتشفها هلا. كل الهدف من اللي حاطه هون، وبدي اقول لك وهذا المبسوطين فيه كلنا، انه من وراء استاذ الكيمياء خلقت انت هالكيمياء الموجوده بينك وبين الناس وبين المشاهدين. هيدي العبره من اللي كنت حابنا هون سنقول، هالكيمياء اللي صارت خلقاني بينك وبين المشاهدين، والكهرباء الموجوده يعني هيدي نستعمل كلمه انا مش هرقطه يعني عم تنقطع. طب خلينا على الكيمياء. خلينا على الكيمياء. صار فيها تقنين. في تقنين عم بيصير. نعم. مشان هيك انا لانه الكهرباء فيزياء، رحت على الفيزياء انت. خلينا بالكيمياء. خلينا بالكيمياء اوكي. بس انا عم بقول انه بينك وبين المشاهدين سحبنا الاشياء المعدات اللي موجوده بالكيمياء، بس كان كل هدفي من وراء استاذ الكيمياء دوريد لحام انه اقول انه صار في كيمياء بينك وبين الجمهور وبيناتنا هلا انا وياك. نعم صحيح. في كيمياء كثير مهمه انا وياك. صح. طيب اوكي. تتفاعل. سميها تفاعل. تفاعل ايه. نعم. تفاعل كثير مهم. بس تفاعل. نعم. كثير مهم. استاذ الكيمياء فينا نزقف لاستاذ الكيمياء. رح حطهم على مهلي هلا لانه شو مخبي بعد تحت؟ شو عندك تحت يا صندوق عجائب؟ احسن الكيمياء والبارود مش كثير منيحه يمكن الكيمياء والبارود. استاذ دوريد بحب اقول لك انه كمان محضرين هيك شغله حلوه كثير ولقيمتك المميزة، ومثل هيك على طول منقول أفضالك الشخصيات الحلوين ومنحبهم. في أرض موجودة بأرز الباروك، ونحن الأرز بلبنان بيعني لنا كتير طبعا، وأكيد بيعني لكم لكم طبعا، وهي رمز الخالد بالنسبة لنا. هالشقفة الأرض أخذناها لناس شخصيات نحبهم عم نستقبلهم ببرنامجنا. رح نقدم لك بهالوقت أرزة رح نزرعها بأرض الباروك، ويصير اسمك ان شاء الله على طول بضل خالد بكل الدول العربيه بكل العالم بارز الباروك. إيه؟ هاي الكرزه الارزه يا حبيبي الكرزه. الكرزه هيديك ما بتطلع هلا مش موسمها الكرزه. الارزه هلا اوكي. الارزه يلي موجوده هون دوريد لحام نعم رح تكون ب جبل الباروك، هيدي رح تكون لك. كثير ممنون وكثير بكون سعيد جد اذا كل فتره وفتره بتسمحوا لي اطلع الزوره
هيدي وسقيها سبقت علينا يخلي وانا اللي بدي اقول لك ايه يخلي لي انا سبقت علي كلك احساس وكلك انسانيه وكلك رقه لان اللي بدي اقول لك انه هيدي شهاده رح تكون باسمك الاستاذ دريد لحام شهاده بارز الباروك رح تكون باسمك وهيدا لحتى تاخذ كل التفاصيل واللي كنت بدي اقول لك انا انه فيك تتابع احوال واوضاع هالارز رح نعطيك العنوان لحتى تقدر تزورها وقت اللي بدك لحتى تقدر تتابعها حتى على الويب سايت على الانترنت فيك تشوف كيف وين صارت الارزه تقدر تتابعها والهدف انه بعد فتره نقدر نشوف على ارض كبيره كثير بارز الباروك موجودين ارز باسامي شخصيات معروفه خالدي اساميها خالدي وما بننساها مثل حضرتك استاذ يا الله يخليك تسلم لي انا كثير كثير شكرا وفعلا يعني تكرمت كثير بعمري لكن هذا بعتبره من التكريمات المهمه كثير كثير انه نحط اسمي جنب أرجزي شكرا كثير قيمتك كثير كبيرة صدقني قيمتك كثير كبيرة رح نحط الأرز نخليه حدنا هذه اللي رح تنزرع استاذ دريد لحام تفضل يعني كنا حكينا قبل شوي عن استاذ دريد لحام بالكيمياء الممثل الكاتب المخرج سفير اليونيسف الخبز اللي أثر فيه كتير قلت لي عن أمك قبل شوي الله يرحمها اللي كانت تخبز وأنت تكون موجود وتنطر الصبح لحتى تطوعه الخبز وهالفكرة ما بتروح من بالي وفي غنية قريبة كتير لقلبي ما بتروح من بالي هي يا ست الحبايب يا مو كيف تبلش هاي يا ما بردتي يا ما لتدفيني يا مجعتي يا ما لطعميني كم جوز جربات رقعتيلي كل هالشي ما بين فيني يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحناين يا مو جد أنا فخور كتير فخور بأنه يكون لي طبعا أمي من لبنان لكن هلأ صار لي جذور عبر الأرز بلبنان حديثك كتير مؤثر حديثك كتير مؤثر تسلم وعلى هيك الطلة الحلوة والبرنامج اللي يعني حطيت فيه أكتر يمكن ما بنستاهل مثل ما بيقولوا معلش اسمح لي لك إياهم وأثرت فيه كتير وما بعرف إذا بتحب هيك كلمة تختم وتقول كلمة للمشاهدين شكرا لك جد شكرا للبرنامج الحلو إن شاء الله يلي فعلا إن شاء الله كنا خفاف على قلبك مش مسألة خفاف يعني أنا حسيت حالي مرتاح يعني طالما أنا مرتاح معناتها أنا بالمود الصح لأني موجود بالجو الصحيح أستاذ دريد لحام من بعد كلنا يلي قلناهن كمان أستاذ دريد لحام العازف yeah. إذا بتسمع هيك نحن والمشاهدين والموجودين معنا نسمع منك هيك معزوفة حلوة إذا بتريد إذا ممكن لا أنا شفت الكيبورد اللي هون ما في شرقي أنا بعزف شرقي لكن ممكن جرب يعني عالسمع ممكن جرب يعني عالسمع أنا ما بعرف عن النوت عالسمع وعادة ما بعزف قدام حدا لأنه عزفي كتير متقهقر لكن حاسس نحن بنحبه بس حاسس حالي بين أهلي جد والله يعني طيب. راحت الحواجز بيني وبينكم وبين كل الجد ما في حواجز أستاذ دريد تفضل يا مغيث داني حضروا البطاطا إذا بتريدوا شان البطاطا Thank you.
هات هذا المنسف حطه هون مقابلي مشان 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 البطاطا. استاذ دوريد لا استاذ دوريد مش هيك مش بالبطاطا استاذ دوريد رح نقول لك نحن بنحب شو نعطيك وكيف نختم الحلقه معك مش بالبطاطا بكفي بغير شيء اخذت حقي هيا اوه يسلموا شكرا يا قلبي شكرا شكرا كثير نختم حلقتنا بالورد وتصبحوا على ألف خير شكرا